خوش بخوه جزاه الله خير وارحم الله والديه اللي بعني اياها. على الاقل مو مثل ذاك المره قصوا علي. مو بس نشوف مبخر ثويبنا بدانا هو جديد. غرب الابليس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا والله ما شوف الديرة ما بعد البخور وحطيناه. حارة يعني حارة خاف ميرنها تطلع باردة. وي وي هيا كنها معيبيتش. وي قرب الله انكسر كسرت عين ابوي اللي راح ما رد. نحط لنا هاي الورد ونحط البخور ونتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صل على محمد وعلى آل محمد. ولحت أنا على وبر نوح الحمامة لحت أنا على وبر. بناتي وينهم اليوم؟ لولوا لولوا نادية نادية نادية. ذبحني قلبي وانا ناديهم. نادية يا لولوا يا اهل البيت ما حد فيه. ايه بتين النوم وهم مو جايين كيفهم. ولحتنا على وبرة نوح الحمام. تسمعين شي نادية؟ تسمعين شي؟ ايه هذه جديدة تغني. انت ما خلصتي؟ خلصت. وانتي؟ ايه انا خلص بعد. يلا يا نظير عيون اهو الدنيا. مساك الله بالخير يا ديدة. هلا 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 ومرحبا. الله يمسيكم بالخير. شو الصوت الحلو يا ديدة. ايش دعوة عاد بدت تتفخ فيني. كل هذا عندك خوشته؟ اقول كان نطرتك خليتوها اليوم جيتوا باكر. ابليسكم الحين كم الساعة؟ ما تاخرنا وايد ديدة حتى طالعين نفس الموعد بالضبط. ترى انتوا بطيتوا كبدي على ما تاخرتوا كله. انتوا الصح وانا الغلط. تدرين انت بعد يا ديدة ناديتك وهدومها وانا اخيط. والحين مبح صوتي وانا نادي ناديه يا لولوا ما حد بالبيت ماكو حد يرد علي. وينكم وينكم ما سمعتوني؟ اخو قاعدين تشتغلون بعد ما سمعوني؟ كل هذا شغل؟ والله حكي انا قايلت لكم خول يعني انا قلت لكم شيء لازم تسوونه خلاص. كل شيء تسوونه الصج. مره قلت لكم المدرسه والبيت ها وبعدين الحزاوي.
احنا ديدي مثل ما تقولين قاعدين نسوي. ايه تسوون بس عاد سمعوا صوتي وانا ناديكم. الحين كم الساعة؟ اهو مو نفس الموعد؟ اذان العشاء اذن وصليت من زمان ورحت وتبخرت وتسنعت. ايه الحين بالله ايش تبون الحزايم وكذي؟ لا ديدا اول شيء تقنينا حتى انا لا ابرد. شنو؟ تقنينا؟ يلا لقوني الحين انت جايين حق الحزايا ولا حق القناوي؟ يميع ديدا هو قناوي وهو حزاوي. يميع والله الشرطون هذيلي. ما تقول انا موظفة عندكم اشتغل عندكم انا. ما خالف ديدا يلا عافية تكفون قولي لنا اغني. ايه عوب اختي اغني. يلا ديدا نعرفها كلها يا بنياتي. ما خالف الكلمتين اللي تعرفينهم ديدا. يلا الكلمتين بس تردون عليه. اي طبعا رد يلا. اي تردون. اي ترقصون. اي تيببون. اي ما نفذتوا شيء كمعتكم ايه. على روسكم. اي يلا كاس وينيتي بعد كاس زهبه. زهبتها. اي يلا يلا ولحتنا على وابره نوحي الحمامه. لحتنا على وابره يلا ما تيببون كملي هاو لي صلوته والناس لي صلوته وقالت ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله محمد خربطتوني ها الواحد يتيبب على طول. زين ليش ما كملتي؟ ايش تبون اكمل بعد ما اعرف بس هذا الله يخليك ديدا كملي. يلا عاد يلا عاد يلا ترى انا بروح النومه بتيني يلا زين. ايه بعد يبوني اكمل سمعوا الحين بالله قولوا لي الحزاية أنا هالدور إني بقول لكم الحزاية. يلا عاد صلوا على النبي. اللهم صلي وسلم عليه. إلي أنا وياكم خير اللي فانا ولفاكم وشر تعدانا وتعداكم زو ابن الزرزور اللي عمره ما حلف ولا كذب زور ذبح بقة وترى السابعة تجدور وخلى للحوم والشحوم على الصواني تدور. زين يا تذكرين البارحة وين وصلنا في حزايتنا؟ ايه انا اقول لكم يا ديدة. انت قولي لنا ايه صاجة انت قولي لنا ايه. صاحب الفندق اشتكى على سالم وسليم لانهم ما دفعوا لأجرة السكن وبعدين راحوا ونخشوا عند امهم وخشتهم. ايه لكن يعني احنا ديدا انت ما عرفتينا كان علمت جودر ولا لا ما قلتينا صدق ديدا. يلا قولي لنا تبون اذا علمت جودر ولا لا. تعالي يا بنياتي نشوف. فيك؟ ها لا ماكو شيء. يمان تعرفين شيء عنهم؟ لا انا ما اعرف عنهم شيء. شفتيهم؟ لا يا جودر ما شفتهم ولا ادري عنهم شيء ابدا. انا ما ادري. ايش فيك من يوم انت طبيعيه؟ لا انا بس ما ادري ايش اقول لك ما شفت ما ادري عن شيء. يما قولي لي الصج ودفنت ابوي الا تقولي لي. جودر اخوانك هني في البيت. لا جودر يسلمك داخل والله جودر يسلمك. يما هذول حرام ويوم محتالين
يخاف الله. والله وهم ليش ما يخافون الله من اكل الحرام؟ راعي الخان شنو ذنبه يقعدون عنده 20 يوم وبعدين ينحاشون؟ الشيطان قص عليهم اجل، الشيطان قص عليهم. ولما يستسلم الانسان للشيطان لازم ياخذ جزاء. جود اهدى يا وليدي، اهدى اهدى. تعال تعال ارتاح، تعال ولي يسلمك يا جود علشان تعال. والله يا جود والله انا ما كان قصدي اني ادخلهم بيتك، لكن شكلهم وطريقتهم بالكلاميه خلتني اشفق عليهم. اي ما فهميني يا يما فهميني، انا ما اعرض انهم دخلتيهم وقعدتيهم في بيتك، هذا بيتك وانت حره فيه، لكن انا متضايق من معاملتهم اللي سووها. يعني يا رب ايش نسوي؟ زين جهد، يعني لو سلمناهم ايش يبي يسوي فيهم القاضي؟ ايش يبي يسوي فيهم؟ يبي ياخذ فلوس الرجال ويعطيهم حقه. خلاص وبعدين ياخذونهم جزاهم. انا اعطيك الفلوس وادها للقاضي. اعطيني الفلوس، انا عرضت على الرجال لكن رفض وقال لازم يجلدهم. يا حسرة عمري، يا حسرة عمري في يجلدهم، يا حسرة عمري يا رب يا رب يا رب. دورنا عليهم كل مكان يا حضرة القاضي، ما لقيناهم. أنا مالي شغل، أبيكم تطلعونهم من أرض اليابسة هذيلة، أبيك تدور عليهم في كل بيت وفي كل طريق، تدورهم وتجيبهم لي حالا. حاضر يا عمرو. يلا خلصني. حاضر. خلصني. حاضر. خلصني. حاضر أمرك. ليكن ترجع لهم وياك. حاضر. ومربطين قدامك وساحبهم وياك. خلصني. حاضر. آه منكم يا سويل مسلم، آه منكم. هين خلي تقضبكم يديني هذه بس. أعلمكم ايش اسوي فيكم. الظروف ما ساعدتنا، قاعدين نبحث عن امل لكن ما لقينا، ما عندنا فلوس وما دفعنا، خلصت فلوسنا كلها. سلموا نفسكم وانا ادفع عنكم. لا هذا مستحيل. ومستحيل اخشكم عندي. قل لا اله الا الله يا جود. لا اله الا الله، بس يا يما انا اقسمت عند القاضي اذا شفتهم لازم ابلغ عنهم. وانت ناوي تبلغ عنا الحين؟ لا يا جودر لا، تكفى لا تسويها. صدقوني اذا سلمتوا نفسكم القاضي راح يخفف الحكم عنكم. صدقوا اخوكم وطيعوه. يا يما نصدقه وننطيق الله هداك. انا رايح للقاضي. جودر رايح للقاضي يبلغ عنه. وش اسوي؟ ليش خليتوني كذي وياكم محتاره؟ ليش اديتوني وياكم؟ ليش ما طلعتوا مثل جودر صرتوا مثله؟ غصبا علينا يما. يا رب ايش اسوي؟ ان جودر الحين رايح يبلغ عنه، احنا ما خلاص بنروح عنه. اقول الحاج ليش ما قضبتهم؟ ليش؟ طال عمركم هم اثنين وانا ما قدرت عليهم. يعني هم الحين موجودين في البيت ها؟ انا لما طلعت هم كانوا موجودين في البيت، يمكن يطلعوا ولا انحاشوا وما يندرى. زين يا جودر، روح الحين روح. ان شاء الله. روح. فمال. مع السلامة. يا حرس! حرس! نعم حضرة القاضي. حرس! سمعوني عدل. نعم. أبيكم تروحون تدورونهم وتجيبونهم، لكن شوفوا إن رحتوا وجيتوا إيدينكم خالية ما لقيتوهم لحبسكم مكانهم. سمعتوا؟ هذا الكلام لكم، إن ما لقيتوهم ويجيتوني خلايا لحبسكم مكانهم. فاهمين؟ أمرك يا حضرة. يلا انصرف خلصوني. حرس دورهم. حرس إلى الشمال دور قدامي يمش. دير بالك يا غضبانو عليهم. على أمرك حرس القاضي.
خليني اروح للقاضي بسن. يمه وين تروحين؟ القاضي بسن عيونه واصله قمه راسه. بعد ايش تقولي لي انت؟ بروح اترجى، بروح اترجى يمكن يصفح عنهم. يصفح عنهم؟ هذول يستاهلون الصفح، هذول يستاهلون الصفح. انت وايد تغيرت من ناحيه اخوانك يا جودر. يمه تفضل. توديني؟ اي تفضلي، يلا لا ضيع الوقت، قومي يلا. يلا بسرعة. وقف عدل، وقف عدل. أهلا أهلا بأولاد الأكابر، أهلا أهلا. أهلا أهلا بالحرامية، أهلا. شو أسوي فيكم؟ شو أسوي فيكم؟ ها؟ سيدي إحنا بس 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 خلاص خلاص خلاص، لا قاعد تبلعب خلاص. أعلمكم شو بسوي فيكم الحين، أعلمكم شو أسوي فيكم. ها؟ هي الحرامية، أنا عارف شلون أدبكم. هيا ما يخالف، بس بس خلاص 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 سيدي. ها انت بتعصي كلامي؟ قلت لك اسكت خلاص اسكت. اعلمكم شو اسوي فيكم، اعلمكم شو انا قاسي شراكم. ها شو ليش تسوون؟ ها هذا اللي على ناصحكم ومعلمكم، لكن مع الاسف ما تفيد معاكم النصايح. انتم ما يفيد معاكم الا شيء ثاني يعلمكم ايش يسوون فيكم. واللي يسلمك يا حضره علمكم، واللي يخلي عيالك طلعوهم برا، واللي يخلي عيالك اخذوهم. سمعوا سمعوا يا حرس، سمعوا خذوهم ودوهم السجن وعلى ريولهم جلدوهم. خلص 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 خلص. نعم يا مجهود. واللي يخلي لك عيال يا مجودر، يا مجودر انا ما خبرت تشفعين حق الظلم. بس
بس هالمرة. وهذيل عيالك ظالمين. خلاص آخر مرة ويتوبون. والله يا حضرة القاضي خلاص. هاي هاي هذه آخر مرة. هذه أي مرة ثانية أي ثالثة أي عشرة. هذا يلدهم برا عليه طق الصوت على يلدهم. دبر يلدهم من ضرب الصوت يا أم جودر. هل يفيد فيهم ولا يفيد فيهم؟ القانون فوق كل شيء. القانون فوق كل اعتبار. يا حضرة القاضي اسمعهم. لا يا جودر اذا سامحناهم معناته احنا يعني تجاوزنا القانون، ومعناته ان قاموا يلعبون على كيفهم. لا، ناخذ الحق ولازم ياخذون جزاهم. اي نعم. سمعت حسهم؟ هل يتأدبون؟ لا، أنا ما يفيدني كذي. أنا أروح لهم الحين أشوفهم. زيدوهم. أفع عليك بس، أفع عليك هم جودر. أنا ما بقيتها منك. هذول عيالك شياطين ما يفيد فيهم إلا الضرب. زيدوهم. يا روح لي شوف. انا جايهم الحين. حاضر. انا جايهم. روح قدامي. عفرك. بعد طامره وشنكم دياي. تتوبون؟ توه. ما تعودونها مرة ثانية؟ لا. دفعوا أول قرامة كل واحد 50 دينار وأجرة راعي الخان. بس ما عندنا حضرة القاضي. ما عندكم ها؟ أنبشكم؟ ما عندكم ها؟ لا. ها؟ ما؟ لا. شنو هذا؟ وين؟ وهذا من حقه هذه؟ هذه من حقه هذه؟ ها؟ بعد تبون يهدكم بعد ها؟ تبون يهدكم؟ انتم مكانكم السجن هني يا حرس. نعم. سجنوهم. سامعين؟ سامعين. سجنوهم. واخر عن وجهي. لا تقول يا رب ايش مسوين؟ ماكلين ولا يوعى؟ شاربين ولا عطاش؟ تعبانين ولا مرتاحين؟ شقيتوا نفسكم؟ شقيتوني معاكم؟ ايه عسى الله يهداكم. خير يا جودر؟ خير من الله. اقول حضرة القاضي. نعم. اقول ممكن الوالدة تزور اخواني؟ اخوانك؟ الله يا جودر، ليه الحين تسميهم اخوانك؟ انا هذول لو انا منك ما اتعرف عليهم. اي بس مهما يكون الظفر شلعته من اللحم شايده. اي صدقت يا جودر، لكن ما يخالفي. قول حق امك. اي نعم. خلتي تزورهم عقب صلاه العصر. عقب صلاه العصر. اي نعم.
لكن يا جودر انا علشانك علشانك انت الله يخليك رايح افرج عنهم عقب ثلاثة ايام عقب ثلاثة ايام اي نعم الله يطول بعمرك ما تقصر يا حضرة القاضي ان شاء الله نزورهم بعد عقب صلاة العصر عقب صلاة العصر خل تزورهم امك ان شاء الله ما تقصر فما الليلة مع السلامة مع السلامة مع السلامة بشارة يا يما عندي لك بشارة هدوا اخوانك لا يما ما هدوهم عن قريب بيهدونهم بعد ثلاثة ايام بيهدونهم بس قال القاضي بوسنة راح نزورهم بعد صلاة العصر ليش مو الحين الحين لا يما لا 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 بعد صلاة العصر شوي شوي ايه نسيب ارتاح 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 والحين شو الفايدة الحين ما عندنا ولا دراهم دهم فكر بالدراهم انت الحين فكر خلنا نطلع من السجن الحين والدراهم هين امرها هين سهل ايه سهل وبعدين من نعيش ولا يهمك الوالده ما تقصر واخوي جودر اخونا ما يقصر بعد جودر وصلتهم عند القاضي خلي طلعنا جودر اخوي الله يخليك كل حق القاضي خلي طلعنا شوف لنا وسيله اي طريقه ها يلي شي مح قول يا جودر الله يهديك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هانت المساله هانت لا تخافون يقول القاضي راح تطلعون بعد ثلاثة ايام ايش تبون بعد صحيح بسرعه رجال بس لازم تتوبون ها توبه ها يلا يبا شوف بسطتها وشوف تونا يا يلا يبا يلا يلا انتهت الزيارة يلا يلا خلصونا يلا كلمونا يلا كلمونا ادعد كلموكم يلا يبا يلا يلا ان شاء الله نشوفكم يلا ان شاء الله بنفسكم ها اخلص اخلص يا جودر يبا اخلص يبا اخلص ورانا غيرهم اخلص افتح الباب جودر تكفى اخوي ان شاء الله ان شاء الله عندك يا جودر تبون شيء؟ بسلامتك يلا يبا يلا يلا حجية يلا مع السلامة يما الله يخليك يما لنا يلا يبا ها لا إله إلا الله يا فتاح يا عليم أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار لا إله إلا الله يا غضبان نعم غضبان نعم سيد الغاضب أعطيت صاحب الخان فلوسه إيه نعم طال عمرك أعطينا والباقي سجلتهم في سجلات المحكمة إيه نعم سجلناه زين شلون اليوم شغلنا؟ أكو واحد؟ ولا والله اليوم مرتاحين راحة على الآخر كلش لا الحمد لله لا عندنا لا ظالم ولا مظلوم كلش أمان أمان بالمرة يا سلام المفروض لازم يكون كذي
لازم يكون القانون يسود بين الناس والناس يحترمون القانون، وبالشكل هذا ما راح تكون هناك مشاكل، ما راح تكون هناك قضايا. لكن الواحد يقول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. يلا روح شوف شغلك. يلا حاضر. روح ده. حاضر سيدي. يلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. الله بالخير. شلونك يا جودة؟ بخير الله يسلمك. الله يخليك. حضرت القاضي. نعم. أنا اليوم جايك على حسب الموعد، مو أنت قلت لنا طال عمرك بعد ثلاثة أيام نفرج عن إخواني سالم وسليم. فعلا أنا وعدت عقب ثلاثة أيام أفرج عنهم. نعم. وأنا يا جودر عند وعدي. أي نعم عند وعدي. لكن الحقيقة أنا ماني مرتاح ولاني فرحان من الإفراج عنهم. استريح استريح. أشكرك. لكن والله علشانك وإشفاقا لأمك أنا بفرج عنهم. ما تقصر يا حضرة القاضي. يا غضبان. نعم سيدي القاضي. تعال. نعم. روح هات لي سليم وسالم. حاضر. يلا. أمرك حاضر. حضرة القاضي. شوف يا جودر. خير. أنا بفرج عنهم. لكن على شرط. نعم. إنهم ما يقعدون في المدينة ولا دقيقة. الحاصل يا بنياتي. السوالف تروح وتيجي ولا غير الصلاة على النبي. ويا سامعين صلوا عليه. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. كملي لنا ديدة ويا سلم. وبعدين ايش فاديدة؟ اجيب لك ماي ديدة؟ كملي. الحاصل يا بنياتي. ايه. ان كملي ديدة. الله يخليك. ان سالم. وسليم.